وللحديث أكثر حول نفوذ الميليشيات الموالية لإيران وصراعاتها في ظل تصريحات هادي العامري وإشادته بدعم طهران للميليشيات، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. حياكم الله أستاذ عبد الله. حياكم الله وحيا مكادركم ومشاهديكم الأكارم. حياكم الله أستاذ عبد الله. يعني يتنوع نفوذ الميليشيات في العراق بين أمني وسياسي واقتصادي كما تعلم، فما هو الدور الذي لعبه الاحتلال بعد 20 عاما على دخوله بغداد في تمكين تلك الميليشيات وتوسيع نفوذها في عموم العراق؟ الاحتلال الأمريكي لم يكن نزوة لقائد أمريكي أو مخطط فاشل أو رغبة لقائد أمريكي واحد، وإنما مخطط عالمي لتدمير المنطقة. فاحتلال العراق لم يأتي بدون مخطط ممنهج. بداية فألغوا كافة، يعني إحنا نعرف حل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية بمختلف أشكالها التي تهتم بأمن المواطن العراقي، فحلها ترك الساحة العراقية فارغة من أي قوى سوى قوات الاحتلال، التي جلبت معها أيضا ميليشيات هنغارية التي دربتها في هنغاريا وعلمتها أساليب القتل والتعذيب، إلا أن لا يتجاوز عددهم 3000 عنصر، فهذا لا يكفي، فاستعانت بالميليشيات الإيرانية والتي سمحت لها الدخول من خط 1200 كيلومتر من الحدود العراقية الإيرانية بكافة أسلحتها، وأعلنوا هم أنه يدخلون بدون سلاح، وهذا كان غير صحيح، لأنهم أدخلوا بكامل أسلحتهم ودباباتهم ووصلوا إلى مناطق معينة في بغداد وتمركزوا فيها، واستعانت بهم أمريكا لتأسيس الأجهزة الأمنية على أساس الرغبة الإيرانية. وهذا التمكين هو لخلق الفوضى في المنطقة وضرب كافة دول الجوار العراقي لخلق فوضى بالمنطقة وتفريغ القوى الحقيقية الصحيحة التي تحافظ على أمن المنطقة، وهو العراق، وهو الجزء الكبير والمهم في الإقليم. فلذلك عمدت أمريكا عن عمد إفساح المجال للميليشيات في تشكيل أجهزة أمنية خاصة بها، والعناصر الإيرانية هي التي تمكنت من قيادة هذه برغبة أمريكية، لأنه تعرف مقدار حقد هؤلاء على الشعب العراقي، وتعرف أنه كيف تم تنظيمهم وترتيبهم، لأن هم قبل منذ تأسيسهم 81 ميليشيات بدر وغيرها جمعوا كافة المعلومات عن كافة الشخصيات العراقية الوطنية والعسكرية لما يسموهم الثأر، عمليات الثأر ضد العراقيين. فبالتالي أصبحت أمريكا هي العنصر الأساس والراغب في وجود فوضى وترك الشعب العراقي أمام هذه الميليشيا. نعم، إشادة العامري بدعم ومساعدة الخميني في تأسيس ميليشيا بدر واستمرار دعم إيران لها خلال 40 عاما الماضية، يعني هذه الإشادة برأيك إلى ما تؤشر، خاصة أنها تصدر من قيادي في هيئة الحشد التي باتت بطبيعة الحال جزءا من القوات الأمنية الحكومية؟ نحن نعرف أنه هي تأسست عام 81 وأسستها إيران، وهم يعني تركيبة إيرانية والنفس إيرانية والسلوك إيراني والعمل المخابراتي عمل إيراني، وكل أهدافهم هي لمصلحة إيران، ولا يخفون ذلك. نعم، ولا يخفون ذلك ولا يخجلون منها ولا يعتبرون ذلك هو العمل الأساس بالنسبة لهم وواجباتهم المناطة لهم من قبل الحرس الثوري الإيراني بالعراق. هم جزء من الحرس الثوري الإيراني في العراق، فلذلك من الطبيعي يعني ليس مستغربا أن يمدح ويشيد يشيد ويقر حقائق يعني موجودة، أن هم أسستهم إيران لمصلحة إيران ومشروع الإيراني في العراق. فلذلك لا مستغرب يعني أن يمتدح. أما بالنسبة للتمويل، عندما استلموا العراق هم أبدوا يمولون نفسهم، وإحنا نعرف التمويل الميليشياوي إلى إيران أصبح التمويل بعكس، يعني هم كانوا لما كانوا في إيران كانوا يأخذون
مليمات بسيطة في سبيل خدمة المشروع الإيراني. أما بالنسبة لبدر هي يعني جزء من الحرس الثوري الإيراني، وعميل كل من يعمل فيها هو عميل وخائن للعراق يعمل لصالح إيران. هذه هي الوصف الحقيقي، ومن حقه هو يعني يمتدح بقادته ويمتدح بأصله. أصلا هو العامري نفسه يتكلم في بيته بالفارسي، يتكلم مع أقرب الناس له بالفارسي، يجتمع مع القيادات الميليشياوية الأخرى أيضا يتكلم معهم بالفارسي في بيته بالفارسي، عائلته في إيران. يعني الرجل يهوى إيراني وعميل إلى إيران، والقانون يسمح له، أسسه له يعني هذا لربما يطرح سؤال: هل نجحت إيران يعني الدخول إلى المجتمع العراقي وولوج المجتمع العراقي حتى بات الخائن ومن يتعامل مع الأجنبي ومع إيران يعني هو الوطني، ومن يتمسك بعراقيته وبعروبته هو الخائن بنظر هذه الميليشيات؟ منذ المؤتمرات الخيانية اللي ابتدأت من بيروت ثم لندن ثم صلاح الدين وغيرها، هنا بدأت أن الخيانة وجهة نظر وليست عار أو ما شابه ذلك. أصبحت الخيانة في كل القوانين، السماء والأرض، شيء معيب ومخجل. حتى في يعني حتى في المحاكم العادية البسيطة، لما يعني تقام دعوة على شخص خيانة زوج أو زوجة خيانة زوجها أو صديق يخون صديقه، شيء معيب. يدخل المتهم يعني مطأطئ رأسه إلى هذه المحكمة إلا خونة إيران أو خونة العراق بخيانة بلد، يتفاخرون بها. وهذه إرادوا يخلقون فد أخلاقية جديدة في العراق على أنه الخيانة وجهة نظر وليس هنالك وطنية وليس هنالك، لكنه تشرين أكدت على أنه كل من يعمل خارج الإطار العراقي الوطني هو خائن، وأعلنوها بوضوح كامل، وكل العراقيين أثبتوا وطنيتهم في البصرة وفي غير مكان أنه العراق الخيانة عمل إجرامي كبير. نعم، المالكي صرح بأن من سماهم القوى المضادة تخطط لنشر الفوضى. برأيك من هم الذين يقصدهم المالكي؟ من تلك القوى؟ وهل تتوقع لربما نشوب صدام قريب بين الميليشيات؟ الفوضى هي البيئة التي تعيش بها الميليشيات ويعيش بها هذا النظام المحاصصاتي، هذه هي الفوضى. فيخلقون الفوضى في كل الظروف، إن لم تكن هناك فوضى سيخلقون فوضى، أما فيما بينهم أما بينهم ومع الأطراف الأخرى. فبالتالي هو يجدي نار الفتنة والفوضى بكل وقت، ويستغل أي فرصة وأي نزاع ما بين هذا وذاك ويعلن أن هذه فوضى. بالحقيقة هم أصلا وجودهم هو الفوضى في العراق. ولكن تصريحه هذا إلى من هو موجه برأيك؟ هو موجه يقصد الصدريين، يعني يقصد الصدريين، وبالحقيقة هم الصدريين جزء لا يتجزأ من هذه الفوضى، لكن هم يلعبوها يعني بالأدوار، كل واحد له دور مرة. لأن يعني اليوم الهجوم على الصدريين يقصد أنه الصدريين هم الفوضى، أو يبطنها آخر بشكل آخر على أنه لو هناك حراك سياسي آخر فأيضا هو أيضا من موضوع الفوضى. أما السلاح أو الصدام بينهم هذا تقرره إيران، لا يعني لاحظنا فيما حدث في منطقة الخضراء ما بين الصدريين والميليشيات الباقية، ميليشيات العصائب وغيرها، وفي كلمة واحدة من إيران سحب الصدر كل جماعته وسحب نفسه من عملية سياسية. فالمهندس في هذه العملية والرابط في هذه العملية هي إيران. إذا ما رأت إيران أن لها مصلحة في خلق صراع فيما بينهم مسلح تقوم، لكن في الظرف الحالي لا تسمع إيران، لأنها الآن هي في ورطة في كثير من المشاكل، فلا تحتاج مشاكل أخرى تصرف عليها وقت وتذب جهد فيما بينهم. تريدهم أيضا يتمسكون بمصالحها الاستراتيجية في العراق. نعم. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.